مساء المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم ولاد بلدي. يا رب دايما في صحة وسعادة وأمان. وحشتونا من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده، وحشتونا يا رجالة بلدي وستات بلدي وولاد بلدي الطيبين اللي قلبهم على قلبنا واللي بيقدموا لنا خدمات تنفعنا وتنفعكم. حلقتنا النهاردة وبالصدفة بتتكلم عن المطاعم كمان، لسه معانا سلسلة مطاعم هنقدمها لكم، يا رب تنال حسن اعجابكم. النهاردة على طول هنخش على محافظة الدقهلية، بالاخص مدينة الجمالية، وهناك قابلنا مطعم حقيقي حكاية، من ديكورات من اكل من شغل من اجتهاد، كل حاجة فيه مظبوطة بالسنتي. دخلنا المطعم وطلبنا أكل، وهنشوف دلوقتي تعليقنا إيه على السفرة الجميلة اللي اتقدمت لنا. تعالوا نشوف عن السفرة اللي اتقدمت لي. أنا بصراحة مش عارفة ابتدي منين. طبعا شايفين البيتزا عاملة ازاي، شايفين الأكل شكله يجنن ازاي. مثلا عندنا هقول طبق الكفتة اللي باللحمة والكفتة اللي بالفراخ، حقيقي هي هتتوصف في كلمتين. انا ازاي بقطعها بالسكينة، السكينة بتنزل لوحدها في الكفتة مش محتاجة اي مجهود، معنى كده ان اللحمة جوسي وطرية وتجنن حقيقي. هنخش على البيتزا الرهيبة اكسترا تشيز، حقيقي كل اللي بيحب الجبنة هيغرق في الجبنة في البيتزاية دي، حقيقي تجنن. ويا سلام بقى على العجينة بتاعتها، قد ايه طريه وهشه بجد البيتزا، يعني بجد هو محتاج تسقيفه فيها، يعني عجبتني جدا، دقتها في كذا مكان وما لقيتهاش بالطعم ده. لو دخلت سريعا على الطبق اللي عندكم ده اللي هو فيه شاورما، شوفوا شكل تقطيعه الشاورما عامله ازاي. دايما بنشوفها في المحلات متقطعه شرايح كده، هو عاملها بشكل جديد سامبوكسات، وكمان فيها جبنة موزاريلا. طبعا دي حاجة جديدة شوية وعجبني الابتكار، لان مش دايما بيبقى فيه في الشاورما جبنة موزاريلا، هي دايما بيبقى جواها سلطة او بصل او حلقات بصل، فكانت بالنسبة لي غريبة، لكن بجد بجد التست كان خطير. لو جينا نتكلم على كريب الجمبري، فهو واحد معانا في فريق الاعداد طلبه، حقيقي انا لسه هتكلم عليه لقيته اتشال من قدامي وتقريبا اتاكل في وقتها على طول، ملحقتش حتي اسأله او ادوق، بس هو قالي ان هو عجبه جدا جدا وان هو استمتع بيه جدا جدا، لان هو من الناس اللي بيحبوا السي فود قوي. هندخل بقى على الحلو، زي ما انتوا شايفين طبق كنافة نابلسية ملهاش حل، حقيقي حقيقي اتجنن شكل الفستق فوق ولا الطعم. هي فيها طبعا جبنة بتمط زي ما انتوا عارفين، لكن مش دايما بتبقى الكنافة النابلسية ليها طعم، بيبقى شكل بس الجبنة تشد قدامك، لكن تيجي تاكل تلاقي ملهاش طعم، بس حقيقي الجبنة كان طعمها وهمي والكنافة كانت خطيرة. يا جماعة أنا مهما أحكي عن السفرة دي مش هوفيها حقها أبدا، بجد بجد تحفة. شكرا شكرا مطعم شيخ الحارة على التقديم التحفة دي وعلى الأطباق اللي تجنن دي، مرسي بجد. ورجعنا بعد السفرة الخطيرة دي اللي حاسة ان انا لما افتكرتها حقيقي جعت، انا لازم اروح شيخ الحارة تاني يا جماعة لازم. دلوقتي بقى هنروح لقاء مع دكتور محمد وشيف المطعم، هيكلمونا عن المجهودات وعن الشغل هناك. تعالوا معانا نروح شيخ الحارة. دكتور محمد صبري مدير مطعم شيخ الحارة. احنا بدأنا من سنين نفكر في موضوع المطعم ده، وقعدنا فعلا اكتر من سنه بنخطط وبن دراسه جدوى يعني للمطعم، وكان كل هدفنا ان احنا نعمل اكل، نقدم اكل بجوده عاليه جدا تليق باهالينا هنا في الجماليه وفي المدن المجاوره لينا. كنا عايزين دايما ان احنا نتفوق، نبقى اهل الجماليه يفتخروا بالمكان، يحسوا ان هم داخلين مكان في مدينه راقيه جدا، في مكان كبير جدا، ما يحسوش ابدا ان هم بيروحوا مدينه تانية بياكلوا اكل او بيدخلوا مكان ما يعرفوش يلاقوا زيه هنا في بلدهم. فده كان اساس عندنا في واحنا بنفكر ان احنا ناسس المطعم ده.
يوسف، شغالين حاليا انا وانا في مطعم شغل حاره. بنخلي بالنا مثلا من الصف اللي شغال معانا دايما من الوقايه، الكمامه والقفازات وخاصه الشيفات. جسد لما بيشرفنا هنا في الصاله بنخلي بالنا الشخص الاولاني مثلا والثاني في تباعد بحيث ما يحصلش مشاكل. بنخلي بالنا مثلا من الجو، تطهير الجو والارضيات والسطحيات، وده اهم حاجه موجوده هنا. انا الاسم مصطفى بدر وشهرة تحتي ابو علي، وانا من محافظه الفيوم وجيت هنا محافظه الدقهليه الجماليه، وجيت من قبل الافتتاح بثلاث ايام وبقالي دلوقتي معاهم حوالي سنه وشويه، والحمد لله انا ماسك الشيف العمومي تبع المطعم. انا بقالي في المهنه ديت الحمد لله بقالي 10 سنين. طبيعه الشغل هنا انا مسؤول عن كل حاجه في المطعم، عن الفراخ، اللحمه، كل حاجه في المطعم انا بعملها الحمد لله، بجهزها، الشاورما بجهزها، شاورما اللحمه، شاورما الفراخ، الستريبس، البروست، الشوايه، حاجات البيتزا كلها انا بعملها الحمد لله. الاستلام بتاع الفراخ كل يوم بيومه، مفيش كل يوم بيومه، فريش طازه مفيش حاجه، والتتبيله اليوم بيومه، مفيش تتبيلات بتقعد كتير الحمد لله. والشغل الحمد لله تمام، وانا مبسوط ان انا شغال هنا، ان انا اشتغلت حوالي، قعدت في السعوديه 5 سنين واشتغلت في كذا محافظه، اشتغلت في اسوان واشتغلت في دمياط واشتغلت في اسماعيليه والزقازيق، ومن احسن المطاعم اللي اشتغلت فيها ومن الاداره، والحمد لله تمام انا مبسوط هنا.